السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة ديالي دائما الهام شانل. جيسبر ان شاء الله تكونوا كاملين وكاملات بألف خير وصحة. فيديو اليوم هو عبارة عن وصفة لتبييض الجسم بالكامل، وهذا الفيديو غيكون مخصص للبنات او للسيدات المقبلات على الزواج ان شاء الله وباغيين يبيضوا كامل الجسم ديالهم. فهاد الوصفة غادي تكون لبياض الجسم بأكمله، وصفة سهلة مهلة كيف ما عودت البنات دائما، يعني بمكونات جد بسيطة، ماشي بمكونات اللي ما تلقاهمش في السوق او اللي كيكونوا غاليين على بعض السيدات. فكيف ما قلت لكم وصفه مهله سهله، وصفه سهله مهله عفوا. ودابا يلا نبداو مع المكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات غتحتاجوا نصف حامضه او نصف ليمونه على هذا الشكل هذا، وغتحتاجوا واحد الكميه ديال الصابون البلدي المغربي، ما عرفتش في بلدان اخرى، ممكن البنات يقولوا لنا الاسم ديالو في مصر او في هذا في بلدان اخرى، لانه انا ما عرفتش حقيقه شنو سميتو في بلدان اخرى. وايضا غتحتاجوا الجيل دوش، انا هنا خديت ديال الليمون، يفضل او لا يستحسن انه يكون بنكهه الليمون، الا ما كانش بنكهه الليمون ماشي مشكل، ولكن يفضل انه يكون بنكهه الليمون، لان كيف ما قلت لكم نتوما غتحتاجوا وصفه لبياض الجسم باكمله وفي واحد الظرف قصير، فيفضل انه يكون بنكهه الليمون. دونك انا هنا خديته بنكهه الليمون كيف ما كتشاهدوا. ودابا غادي نبداو مع طريقه التحضير. غادي نحتاجوا الاناء او الزلافه باش نخلطوا جميع العناصر او جميع المكونات. اول مكون غنبداو به هو الصابون البلدي المغربي، واحد الكميه قليله غادي نضعها في الاناء ديالي. وايضا غادي نحتاج واحد الكميه ديال جيل دوش، ماشي كثيره بزاف وماشي قليله، ولكن بالنسبه لكم نتوما يعني في الجسم ديالكم غتحتاجوها تكون واحد شويه كثيره. فوالا، وايضا غادي نعصر واحد نصف حامضه ولا نصف ليمونه، غادي نعصرها على جميع المكونات. نتوما اكيد البنات غتزيدوا المكونات، انا فقط هنا درت لكم بعض المكونات والقليل منهم باش هكذا تعرفوا الوصفه كيفاش تخدم. من نتوما اكيد الجسم ديالكم راكم غادي دائما تكثروا كل مكون من هاد المكونات اللي ذكرت لكم. دابا غادي نخلط المكونات ومن بعد نرجع لكم ان شاء الله. دونك فوالا المكونات بعد ما يعني خلطتهم مع بعضياتهم وتجانسوا، هذا هو الشكل النهائي البنات، كيجي على هذا الشكل هذا. دونك مني يولي عندكم خليط متجانس ما بين الصابون البلدي المغربي وجيل دوش اللي هو ديال الليمون ونصف حامضه ولا نصف ليمونه اللي كتعصر مع جميع المكونات، ويتخلطوا ويتجانسوا في بعضياتهم اولا في بعضهم، غادي تحصلوا على هذه النتيجه. هذه كتجي هكذا، كتجي شويه سائله كيف ما غادي تشاهدوا. من بعد غادي توضعوها على كامل الجسم ديالكم، اكيد غادي تزيدوا الكميه، ومن بعد ان شاء الله غادي تعملوها على كامل الجسم ديالكم وانتم كدلكوا فيها ولا كتماسيو فيه. غادي تخلوها واحد على الاقل واحد ساعه باش هكذا الجسم ديالكم يشرب لكم هاد المكونات. وايضا البنات كتخلي الجسم رطيب، يعني في واحد النكهه غزاله كيف ما قلت لكم، استعملنا جيل دوش والحامض والصابون البلدي، كتخلي واحد النكهه غزاله، واحد ريحه غزاله في الجسم بالكامل، خصوصا الا كثرتوا جيل دوش ديال نكهه الليمون. وغادي تحصلوا على واحد الجسم ايضا رطب، لانه الصابون البلدي عنده واحد الفوائد غزاله بزاف، تبارك الله عليه، كيخلي لينا الجسم رطيب بزاف. ان شاء الله من ورا ما غتجربوها غادي تعرفوا كيفاش غادي يخرج لكم الجسم ديالكم. وايضا كتعطي بياض ناصع الى داومتوا عليها فقط مرتين في الاسبوع. جيسبر هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وكيف ما قلت لكم بمكونات جد بسيطه. دائما هاد الوصفه كنستعملها انا شخصيا في الحمام المغربي فاش كنمشي له، ديما كنستعملها وكنخليها واحد على الاقل واحد ربع ساعه، لانه ما كنبيش نتعطل بزاف. من ثم ضروري بالنسبه للعريسات ما قصها يعني تستعمل الجسم ديالكم واحد المده اللي هي تكون كثيره شويه، كيف ما قلت لكم تكون ساعه على الاقل، وممكن نتوما تختاروا الوقت اللي بغيتوا اكيد. دونك فوالا البنات، جيسبر هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وينال الاعجاب ديال العريسات ايضا، وشكرا لكم على دعمكم على تشجيعكم على تعاليقكم الغزاله بزاف. ما تنساوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناه، تضغطوا على زر الجرس عفوا، ايضا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام سناب شات اي اوسي لاباج اوفيسيال فيسبوك ديالي، جميع الروابط في صندوق الوصف. كنحماق عليكم، نشوفكم ان شاء الله في لا بروشين فيديو.